وفي هذا الإطار يمكن تلخيص محاور كبرى ذات الأولوية لمخطط عمل القطاع للفترة المقبلة والتي يمكن التدرج إليها كما يلي. فبخصوص التعليم والتكوين، تحضير الدخول الجامعي 2021-2022 مع اتخاذ التدابير اللازمة لمواصلة تكييف نظام الدراسات والعمل وفق التطورات الوضعية الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد-19، متابعة المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالقواعد العامة للتعليم العالي والذي هو الآن قيد الدراسة على مستوى الأمانة العامة للحكومة، تعزيز النمط التعليم عن بعد عبر تقييم تجربة العمل به خلال السنة الجامعية 2020-2021 ومواصلة تحضير ترسانة القانونية ذات الصلة به واقتناء التجهيزات التكنولوجية التي يتطلبها، مراجعة خريطة التكوين الجامعية بما يسمح بإدفاء تناسق أكثر على توزيع نقاط وعروض التكوين ومؤسسات التعليم العالي وأقطاب الامتياز وإدفاء تناغم أكثر مع مقتضيات المخطط الوطني لتهيئة الإقليم وإعادة النظر في برامج التكوين بجعلها تستجيب لاحتياجات القطاع الاقتصادي والاجتماعي، مواصلة إصلاح التكوين في الطب للسنوات الأربعة الخامسة والسادسة بالتنسيق مع وزارة الصحة في انتظار استكمال إصلاح التكوين في فروع العلوم الطبية الأخرى الصيدلة وطب الأسنان، وضع حيز التنفيذ خارطة الطريق المتعلقة بسياسة التوثيق الجامعي عبر وضع آلية قانونية موحدة لاقتناء الكتاب الجامعي من جهة ومراجعة القانون الأساسي لديوان المطبوعات الجامعية من جهة أخرى، إنشاء لجان بيداغوجية وطنية حسب الشعب لي تكمل عمل اللجان الحالية المكونة حسب الميادين، وذلك قصد التحكم أكثر في معالجة خصوصيات كل شعبة، إعداد تصور جديد حول التكوين في الدكتوراه عبر وضع حيز التنفيذ أطروحة الدكتوراه في المؤسسة الاقتصادية ومدارس الدكتوراه مع ترشيد فتح التكوينات والمناصب وإدماج طلبة الدكتوراه في مخابر البحث والعمل وتوجيه مواضيع البحث إلى محاور البحث ذات الأولوية للمجتمع والاقتصاد.